وبمناسبة الوصول للمباراة النهائية، اتحاد الكرة بيعلن تأجيل المباراة النهائية وتحديد موعد جديد للنهائي خلال أيام، والموعد المقترح بعد كأس العالم للأندية. كابتن شريف، مكاسب النهاردة كتير قوي، طبعا يعني ازاي استغلها بقى الفترة اللي جاية؟ عندك ماتش الزمالك، عندك بعد كده البنك الأهلي، وبعدين رايح على كأس العالم للأندية. عندك مباريات متلاحقة كلها، عشان كده احنا دايما بنطلب بسرعة عودة المصابين. بيبقى عندك كذا لعيب، مش عندك قلق في أي حاجة، عندك لعيبة تقيلة قوي بره كمان. يعني هو ليه الريتم هادي كده زي ريتم الشوط الثاني؟ احنا كسبانين 3 الجون اللي دخل فينا ده، وعاملين ماتش كويس الحمد لله، وصلنا نهائي ان شاء الله باذن الله، ناخد اللقب باذن الله رب العالمين. ان شاء الله الاهلي بالسكواد بتاعه الكبير، باللعيبه اللي احنا اتفرجنا عليها النهارده دي، انا مبهور بالضو ده. انا بحب اللعيب اللي عنده شخصيه، اللي عنده ثقه، اللي ياخد الكوره من تلت ملعب، يبقى في نص ملعب الخصم، ده رايح لغايه خط 18. كان في كوره لازم يلعبها المعلول، لو كان عملها بقى كان خد العلامه. انا اسامه قلنا لك يبقى خد العلامه الكامله. ايوه فهمتني؟ ايوه، فعنده كارج وجرأة التصويب ومن بعيد، يعني يملك امكانيات وفنون اللعبه. مكاسب كتير جدا زي ما انت بتقول، على راسهم كهربا طبعا. اختبار كبير جدا، وتحدي كبير جدا بينه وبين نفسه، ها؟ وثقه كولر ان الراجل ده ممكن يأدي في المكان ده ويعمل نتيجه. فكل احلام مستر مارسيل كولر النهارده اتحققت بامتياز الحقيقه، واللعيبه ساعدوه كتير جدا النهارده بشخصيه اللعيبه ورغبه اللعيبه النهارده.